مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي مجموعه قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من مونديال مصر اللي تابعنا من خلاله كل كبيره وصغيره عن بطوله العالم في نسختها رقم 27، بطوله اليد مصر 2021، وللاسف انتهت منذ يومين. فاز بها الدنمارك بطل النسخه الماضيه في عام 2019. لما دايما يعني في تشبيه حابب ابدا بيه الحلقه، لما دايما بنشوف اي فيلم جميل او اي مسلسل او اي حتى قصه جميله، لازم بيبقى في الفيلم ده او المسلسل ده في ابطال كتير دايما بنشوفهم امام الكاميرات، ولكن الحقيقه ايضا بيكون في ابطال ادوارهم في العمل الفني الجميل ده بيبقوا ورا الكاميرات، وبيبقى دورهم مهم جدا زي الابطال اللي كانوا امام الكاميرات. ده التشبيه اللي انا حابب احطه على بطوله العالم في نسختها رقم 27 اللي كانت مقامه في مصر، واللي شفنا فيها 32 منتخب بيتنافسوا من اول دقيقه وحتى اخر دقيقه في هذه البطوله، مدربين ولاعبين وفنيين ومتطوعين، ولكن في حاجات لولاها ما كناش شفنا البطوله بالمنظر الجميل قوي ده. الحقيقه المنظر اللي خلى العالم كله مبهور بالانجاز اللي حصل من اول البنيه التحتيه، مرورا بالقرعه، مرورا بالتنظيم الاكثر من رائع، والاكيد طبعا الموضوع اللي كان شاغل بال ناس كتيره جدا وهي البابل اللي حصلت او الحفاظ على صحه وسلامه اللاعبين. من ضمن الابطال دول طبعا الكابتن علاء السيد مدير المنتخبات الوطنيه. الحقيقه دور الكابتن علاء السيد هو دور الابطال اللي انا بقول لحضراتكم عليهم اللي بيكونوا دايما ورا الكاميرات. الكابتن علاء السيد من اول يوم قال ان مصر هتنظم هذه البطوله وكان عنده تحديات كبيره جدا، وبالفعل الكابتن علاء السيد عمل كل حاجه مع اعضاء الاتحاد المصري والدولي، وكان حلقه وصل مهمه جدا لكلا الاتحادين، وايضا فنيا كان مهتم جدا بالشكل اللي هيظهر بيه منتخبنا الوطني في هذه البطوله، واللي حضراتكم اكيد تابعتوه معانا من خلال قنوات اون تايم سبورتس. الحقيقه اللي بيحصل في هذه الكواليس قبل واثناء البطوله مجهود كبير جدا، لازم التفاصيل دي الناس اللي ما شافتهاش عن كثب او ما كانتش قادره تشوف ايه اللي بيحصل ورا الكاميرات، احنا حبينا ان احنا نكون متواجدين مع حضراتكم، واللي ما شافش ايه اللي بيتبذل في هذه الفتره الصعبه اللي كانت صعبه على العالم كله رياضيا تحديدا، لان النشاط الرياضي اتوقف. وشفتوا حضراتكم الاولمبيكس الحدث الرياضي اللي بيجي كل 4 سنين ويبقى جميع الرياضيين منتظرينه. طوكيو خسرت مبالغ ماديه كبيره جدا وتاجلت اكتر من مره من 2020 ل 2021، وفي الاخر استقروا انها تقام في نصف هذا العام. الحقيقه مصر كانت قد هذا التحدي ولعبت هذه البطوله، والحقيقه نفذت كل الوعود. طبعا سمعنا عن تجهيز الصالات وغيره من معسكرات للمنتخب، وظروف كانت صعبه فنيا قبل هذه البطوله ومفيش وديات، لكن في تفاصيل صغيره ما خدتش حقها بالشكل اللي احنا حابين ان هو يظهر لحضراتكم. احنا من هنا من اون تايم سبورتس قررنا في هذه الفتره ان احنا نلقي الضوء على كل حاجه خلتنا ننجح كمصريين ونبهر العالم، لعب وتنظيم، وفعلا اثبتنا ان مصر قد الدنيا. وزي ما قلنا قبل كده عندنا اولمبيكس في الفتره القادمه ان شاء الله، هنعرف من خلال هذه الحلقه اللي مستضيفين فيها الكابتن علاء السيد مدير المنتخبات الوطنيه كل صغيره وكبيره عن منتخبنا الوطني لكره اليد، عايزين نطمن منه على كل الامور الفنيه، على مستوانا في الاولمبيكس ان شاء الله، ازاي نحافظ على مستوى اللاعبين، ازاي نقدر بعد ما بقينا لتاني بطوله عالم نكون ضمن الثمانيه الكبار، ان احنا خلاص نبدا نطمح ان احنا يكون ان شاء الله عندنا ميداليه خلال الاولمبيات القادمه باذن الله، ويكون عندنا انجاز افضل. ده اللي ان شاء الله هنعرفه من حلقتنا النهارده مع الكابتن علاء السيد مدير المنتخبات الوطنيه. نطلع لفاصل، بعد الفاصل نستكمل مع حضراتكم. بجد تعب حضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس، اتكلمنا في بدايه هذه الحلقه عن الابطال اللي بيكونوا متواجدين امام الكاميرات لانجاح اي عمل ايا كان ايه هو. اتكلمنا ايضا ان في ابطال بيكونوا متواجدين خلف الكاميرات ايضا لانجاح اي عمل. اعتقد ان النهارده ضيفي الكابتن علاء السيد مدير المنتخبات الوطنيه هو واحد من الابطال اللي بيكونوا دايما متواجدين خلف الكاميرات. كابتن علاء برحب بيك ومشرفني ومنورني. اهلا وسهلا جدا. اهلا وسهلا. يعني في البدايه انا حابب ان انا ابارك لحضرتك بصراحه الشكل اللي ظهرت بيه مصر في هذه البطوله فنيا او تنظيميا على كل الاصعده، بصراحه شيء يشرفنا، فببارك لحضرتك. الله يبارك فيك. انا ببارك للناس كلها. يعني الموضوع مش نتائج رياضيه او اداء رياضي، انا بقول ان احنا في روح حاسس بيها الناس كلها في الشوارع. احنا مفتقدين الاحساس ده في كره اليد من 2001 اما كانت الناس برضو بتتابع كره اليد بالشكل ده. الاحساس اللي وصل للناس ان لاعبتنا يعني مش بيأدوا، يعني لاعبتنا بيقاتلوا والوان الفنانات الوطنيه بتاعتنا غاليه علينا، والناس تبقى عارفه ان اكل عيش اللعيبه دايما في الانديه مش في المنتخبات، لكن لما الاوروبيين اتخضوا لما لقوا لعيبتنا
بيلعبوا بالاداء الرجولي ده والاستقتال ده على الوان الوطن زي ما بيقول. فطبعا دي حاجه كانت تسعدنا وده اللي فعلا ممكن نبارك عليه. طيب كابتن علاء، يعني اتكلمنا كتير جدا عن المكاسب، بس انا حابب المشاهدين يسمعوا من حضرتك، من وجهه نظر حضرتك، اهم المكاسب لمصر في هذه البطوله سواء على المستوى الفني او التنظيمي، يعني الحاجه اللي حضرتك تفتخر فعلا انها حدثت في مصر في هذه النسخه رقم 27. هتكلم اول فنيا. فنيا فريقنا على المستوى الفني قرب جدا للمستوى المربع الذهبي. احنا خدنا الخطوه الاولانيه في بطوله العالم 2019 في الدنمارك، فريقنا كان ضمن الثمانيه الاوائل، لكن كان بعيد شويه عن الايه المربع الذهبي. الاداء الفني اللي اتعمل او المستوى اللي ظهر بيه فريقنا واللعب بيه قدام الدنمارك في المباراه الدور الثمانيه، وانا رايي الشخصي دي المباراه اقوى مباراه شفتها مثلا في اخر 20 سنه في كره اليد من ناحيه التنافس. فريقنا قرب جدا للمربع الذهبي. الماتش ده بالذات بقول ان ده دفعه ودي ثقه للاعبتنا ان احنا ممكن يصدقوا ان احنا ممكن نخش بسهوله المربع الذهبي ونقدر نحقق ميداليه في قادم البطولات. احنا مكاسبنا بالاضافه لكده حراسه مرمى ثابته المستوى طول البطوله بشكل رائع. اللاعبين الكبار عندنا مقاما واسما محدش يقدر يقول بقى ده كبير ولا صغير، ده خالص اداء رائع. تلاحم بين اللاعبين خرافي. مجموعه من الشباب اللي يفرح اللي مستقبلهم بعد انسجامهم مع الفريق بشكل كبير الاثنين هيزقوا منتخب مصر، بالاضافه بقى للمكسب الكبير الالتفاف الجماهيري حوالين كره اليد. الناس كلها دلوقتي عاوزه تلعب ولادها كره يد، ناس فرحانه. هو ده بالنسبه لنا الناحيه الفنيه اللي بنتكلم فيها. الناحيه بقى التنظيميه مش هحكي بقى عن الصالات اللي احنا عملناها، التراث اللي هيفضل مش كره اليد بس لكل الرياضات في مصر. العاب الصالات هتزدهر في ظل هذه البنيه الاساسيه الرائعه اللي اتعملت على اعلى مستوى في العالم. احنا في انتظار ان شاء الله التواصل مع المنتخبات العالميه عشان نيجي يلعبوا بقى ونلعب بالجمهور المره دي. يعني انا عاوز الجمهور يخش يستمتع بالمنشآت الرياضيه اللي اتعملت في البطوله دي، منشآت على احدث مستوى، حاجه تفرح، هتبقى مزار رياضي للاسر المصريه اللي حبت تزق اولادها في سكه الرياضه. اللجنه المنظمه ودخولها وتعاونها والتنسيق الرائع ما بين اللجان المختلفه او اجهزه الدوله كلها، ده كل ده بيصب في صالح خبرات كبيره جدا. يعني احنا بسهوله ممكن نعمل اي بطولات في القريب العاجل بالحجم الكبير ده، بالاضافه بقى للمشكله اللي كانت موجوده، مشكله تنظيم البطوله الرياضيه بالشكل الضخم ده في وسط وباء عالمي، اللي مصر هي الدوله الوحيده اللي قبلت التحدي ده. كل دول العالم رفضت تنظيم بطولات اثناء الوباء. احنا فقط تحدينا الموقف والحمد لله. انا بقول مش احنا يعني بتكلم الدوله المصريه تحدت الموقف بكل اجهزتها من اول استقبال في المطار لغايه ما رجعوا تاني المطار. باينه كمان يا كابتن علاء من اول القرعه، يعني مع احترامي كان ممكن الاتحاد يعمل اللي عليه قرعه بسيطه تبقى معلنه ويتم ان احنا يعني القرعه دي تكون ظاهره بالشكل اللي بيخلينا في الاخر عارفين المنتخبات هتلاعب بعض، ولكن مصر اصرت ان يكون في قرعه وحفل فني، وموضوع الحقيقه كان مشرف كمان. هو يعني انا بقول احنا بنوري الوجه الجديد لمصر في الفتره الاخيره. احنا مصر بنية أساسية بتتبني بشكل رائع جدا في مصر في كل المجالات. بناء إنسان، وأصعب حاجة بيتبني الإنسان المصري الواثق اللي قادر يحط رجليه في كل المجالات. أنا بس عاوز أنوه بس للجانب الطبي. الجانب الطبي يا جماعة ده كان معجزة طبية اتعملت. التقفيل على اللجنة المنظمة والمنظمين والفرق والحكام، وإن ما ظهرتش حالات في خلال الفترة دي، والتنسيق الرائع مع كل الأجهزة دي كانت حاجة صراحة تناغم. أنا يعني أنا بس عشان أوضح برضو، أنا كان عندي يعني كنت مصاب بكورونا قبل البطولة أصلا بفترة، وبعدين ما حصلتش بداية البطولة لغاية ما الحمد لله ربنا من عليا بالشفاء دخلت. فكنت مش متصور الإيه الناس بتقابلك
حافظين بيعملوا ايه، لدرجه ان انا مثلا طب هتعمل لك المسحه بتاعتك دلوقتي، تطلع اوضتك، الاكل يجي لك في الاوضه اوتوماتيك، كل حاجه بتتعمل اوتوماتيك، سيستم موجود، الاقنعه بتاعتك موجوده، المطهرات موجوده، تحس انك انت كل واحد بيخش ليه سيستم بيتعمل بيه، وتلاقي ناس حواليك في كل وقت، ميعاد المسحه الناس بتكلمك تعالى المسحه دلوقتي، لا في تواصل يعني ما شاء الله، والناس حتى التامين اللي حوالين الفنادق وحوالين الملاعب الناس فاهمه بتعمل ايه. الكلام ده بيتعمل في وقت قصير جدا، والتناغم اللي بدا كانت حاجه صراحه يعني انا عن نفسي انا يعني المفروض عضو مجلس مسابقات في الاتحاد الدولي وعارف المشاكل التنظيميه، لكن اللي اتعمل ده يعتبر معجزه نفخر بيها كلنا. يعني انا عارف ايضا يعني ان الاتحاد الافريقي ابتدى في مناقشات دلوقتي مع الاتحاد المصري ان يتم استضافه حدث عن قريب باذن الله ايضا. هو ان شاء الله في شهر 10 القادم ان شاء الله في بطوله افريقيا للانديه اللي احنا كنا متفقين عليها وكل شويه تتاجل. فاحنا شهر 10 القادم في بطوله افريقيا للانديه ان شاء الله مصر هتنظمها. واحنا بنتفق مع بعض الايه، بنعمل بعض البروتوكولات دلوقتي، الدول دي بدات ايه، الله ده مصر عندها ممكن تنظم بطولات. بس في حدث ايضا للناشئين او الشباب؟ لا ده بطوله افريقيا دي في شهر 3 للشباب والناشئين، يمكن كانت مستعجله شويه، لكن بصفه عامه بقول ان الدول كتير قوي تواصلوا معانا اثناء البطوله، قالوا انتوا ايه ده المنطقه دي هنا، احنا عندهم يا جماعه في لوك داون في اوروبا، يعني بيقفلوا مدن، ممنوع السفر، ممنوع الحركه ما عدا الايه، ومصر بتفتح وبتستقبل فرق وبتقابلهم وبتعمل لهم تامين صحي وطبي وكل حاجه، فالناس ايه، طب يا جماعه احنا ممكن نيجي مع عسكرتنا في مصر بقى ونلعب مع مصر، الدوله دي ايه يعني، واضح ان هي واخده خطوات في سكه ثانيه خالص مختلفه عن اللي بيحصل في اوروبا، فالناس عندها ثقه عاليه دلوقتي بينا. ويمكن كنت قريت تصريح دلوقتي من اكبر يعني اكبر الدوريات الاوروبيه اللي من اكبر المشاركين في ان بطوله مصر هتعمل، الدوري الالماني، رئيس رابطه الدوري الالماني كان بيقول قبل كده مصر ما ينفعش تنظم، الدوري ده ميعاد مش مناسب و دلوقتي قال الظاهر الايه، انا كنت غلطان وتسرعت في الكلام. فعلا الامور مشيت بشكل جيد جدا في مصر، واحنا يعني من يعني سبقنا الاحداث في الكلام، فطبعا يعني ده شهاده كبيره جدا من احد اكبر المشككين. يعني نقول مصر خدت 20 من 10 ولا نزود شويه كمان؟ لا انا عاوز اقول لا مش اكتر كده بكتير، يعني كل يعني نقول النتيجه 10، لكن كل اداره من الادارات خدت 10، احنا ممكن لسه نتكلم في 150 من 10، ده وجهه نظري. طيب فنان ايضا قبل ما نروح للمنتخب، واكيد ده اللي بيهم يعني المشاهدين في اللحظه الحاليه ان هم يسمعوا تفاصيل اكتر عن المنتخب، خلينا نلقي ايضا نظر على المنتخبات بالشكل الفني المطلوب. يعني كتير كانوا بيشككوا ان المنتخبات مش جاهزه بالشكل اللائق، ولكن شفنا مستوى فني من معظم المنتخبات جيد بشكل كبير، خصوصا مع بدايه الادوار في المجموعه الاولى وبعد كده الدور الثمانيه وخلافه لحد الادوار النهائيه. هو يعني الكلام يحتمل بعض الصدق وبعض الصدق، مش كل الصدق طبعا، بمعنى ان في منتخبات كانت جايه جاهزه ومركزه جدا، المنتخبات اللي شغلت بالها بقى بكورونا ونيجي وما نجيش وقعدت تصرح كلام كتير، دول ايه؟ دول يعني ما كانوش جاهزين حتى ذهنيا لدخول البطوله، حاولوا يخشوا بعد كده لكن ما قدروش. لكن في فرق، في منتخبات كانت مركزه، هم لقيناهم في السيمي فاينل، الاربع منتخبات اللي كانوا مركزين من اول البطوله الاخيره هم دول اللي كانوا موجودين في السيمي فاينل، طبعا ده كان المستوى العالي. في منتخبات زي مثلا دي مثلا بالمجر كانت مفاجاه كبيره للناس كلها، سويسرا برضه سويسرا جاء من بعيد ودخلت، منتخب البرتغال منتخب عالمي، الناس اتخضت من منتخب بيلاروسيا وروسيا اللي رجعت تاني، لا في منتخبات كتير، حتى البرازيل احرجت اسبانيا واحرجت منتخبات كتير عملت مستويات رائعه. يعني انا وجهه نظري الشخصيه ان البطوله دي بطوله كانت بطوله يعني تحضيرها ما كانش كويس، لكن الاداء الفني فيها كان اكتر من رائع، وخصوصا في بعض المباريات اللي الناس كلها استمتعت بيها، وماتش مصر والدنمارك كان اكبر مثال لكده، الناس بت 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 بتكافح على كل كوره لغايه اخر ثانيه واثنين اكسترا تايم. طيب اعضاء الاتحاد الدولي ايضا في رضا تام عن هذه البطوله، خصوصا ان ايضا كان في تشكيك يعني بوجود الدكتور حسن مصطفى على رئاسه الاتحاد الدولي لكره اليد، ولكن اعتقد اللي حصل في مصر والتنظيم خلى الكل يعني يسكت بمعنى اصح. انا عاوز اقول حاجه، طبعا يعني كان في الناس ما كانتش يعني مستوعبه شويه الاجراءات الصحيه في اول ما جم، كان في اول 3 ايام قبل البطوله ما تبدا كان في بعض الاجراءات الصحيه العنيفه شويه، دخول البابل زي ما بيقولوا كده مش زي خروجه زي ما بيقولوا، لكن البابل نفسه دخوله ولازم تقعد محجور يومين،
كان عامل شويه تنشن شويه في الاول، لكن هم مع الوقت واكتشاف بعض الحالات اللي كانت جايه بيها، عشان بس في حالات كانت بعض الفرق جايه ببعض الحالات. وعلى فكره برضو انا هقول حاجه، ان منتخب الامريكي كان هيلعب في البطوله بتاعتنا وكان عنده معسكر في الدنمارك، 19 لاعب جاله كورونا في الدنمارك في المعسكر بتاعهم وما جوش، ده سبب ان هم ما جوش فيه. فطبعا انا بقول بس حجم الايه المشكله كانت فين. التشيك برضو كان عندهم معسكر في التشيك، جالهم اكتر من 11 حاله منهم الطاقم الفني كله. فانا بقول الحالات دي قبل ما تيجي مصر، القفله الاولانيه دي عشان دخول الفقاعه الصحيه بتاعتنا او الكبسوله الصحيه كانت قفله سليمه جدا. الناس يعني كان حصل لهم شويه تنشن في الاول، لكن كانت لازمه عشان نستبعد الناس اللي عندها شبهات، فتحطوا في فنادق عزل لوحديهم، والبطوله مشيت الحمد لله يا رب العالمين بشكل رائع واستمرت للاخر بدون اي اصابات الحمد لله. طيب كابتن علاء، يعني مشاهدين ايضا كتير جدا بيسالوا على نظام البطوله، كان نظام مختلف وخلى الناس عندها شغف شويه بمين اللي هيصعد وبعد كده يطلعوا للدور الاول يقابلوا مين. النظام ده هيستمر فيه البطولات القادمه ولا هتعود المسابقه بنظامها القديم وهو وجود 24 فريق فقط؟ اعتقد التجربه دي لازم تقيم، ما ينفعش تقيم وجهه نظري، ما ينفعش تقيم من بطوله واحده، لازم اكتر من بطوله. احنا على المستوى الفني اعتقد كان توزيع المجموعات يعني مرضي لجزء من جزء من الفرق وصعب شويه على الجزء الثاني. الادوار الاولانيه ممكن نلاقي فيه ماتش او ماتشين سهلين، لكن ادوار الدور اللي بعد كده ال 24 فريق ما كانش فيها رحمه زي ما بيقولوا يعني. اعتقد ان الفايده عادت على العدد الكبير من الفرق، وخصوصا الفرق الصغيره اللي هم لعبوا كاس الرئيس، وده كان هدف من تنميه اللعبه في دول يعني مش منتشر فيها اللعبه قوي. التقييم بصفه عامه يعني انا وجهه نظري شخصيه طبعا هو حمل كبير على المنظم طبعا بلا شك، بيبقى فيه صعوبه شويه لوجستيه، لكن الناحيه الفنيه فيها بعض الافاده، وخصوصا للفرق اللي قلت اللي هي اقل مستوى شويه بيستفيدوا الاحتكاك. الفرق الكبيره بنقول كده بالبلدي بتعد نفسيه في البطوله، يعني بتاخد ماتشات تدريجيه في الاول لغايه ما تبدا في الايه في الصدمات العنيفه، عشان كده بتلاقي فيه يعني في فرق كتيره جايه ما كانتش عامله ماتشات عدد خالص، دخلت البطوله تعمل ماتشات في المجموعه وبعدين طلعت بالمستوى بتاعها في الدور الثاني. يعني اقول الدنمارك يعني ظهر وجهها الحقيقي، نفس الكلام اسبانيا، الوجوه الحقيقيه ظهرت ليهم في الادوار الاخيره اللي بعد كده. الادوار الاولانيه كانت بالنسبه لهم ادوار اعداد. طيب نروح للحديث عن منتخبنا الوطني المصري، وهبدا بالقياده الفنيه لباروندو. تقييم حضرتك لباروندو في هذه البطوله، خصوصا ان احنا شفنا مصر بتواجه منتخبات من التصنيف الاول زي السويد والدنمارك وباقي المنتخبات اللي احنا لعبناها ايضا سواء روسيا او بيلاروسيا او سلوفينيا حتى. تقييمك لباروندو في هذه المباريات؟ انا عاوز اقول التقييم يبدا مثلا من فتره طويله، احنا طبعا عارفين تقييمه، احنا يعني باروندو كان اختيار لينا لمدرسه معينه، سيستم معين، فايز ببطوله اوروبا، حد ذكاء زي ما احنا عارفين، مدرسه معينه احنا بنحاول نستكملها ومصرين نمشي بيها. دي المدرسه دي كانت موجوده في نهائيات اوروبا اخر 4 5 سنين، فاحنا حابين ناخد المدرسه دي. باروندو احد ابرز ابناء هذه المدرسه. نتكلم المظهر اللي ظهر فيه منتخب مصر في الفتره الاخيره في بطوله افريقيا، كان مشجع جدا، راجل ذكي جدا، كوتش ملعب يعني من الصعب تكراره. نتكلم بقى التقييم بقى في البطوله نفسها، سن قريب كمان من اللعيبه، فده طبعاً شيء مهم. يعني انا قلت التقييم يبدا من اختيار القرعه. اختيار القرعه احنا طبعا كنا بنذاكر مع بعض، طبعا هو اللي ليه القرار في الاخر، احنا جايبين مدرب عالمي يختار لنا بمساعدتنا بمعلوماتنا يختار المجموعه عشان نوصل الاماكن اللي احنا رايحين فيها يعني. فطبعا انا وجهه نظري شخصيه كان اختيار موفق جدا المجموعه دي، لان في عندنا 4 فرق واضحين، 4 يعني فرق مستوى عالي في المجموعه الجنب اليمين، و5 6 فرق جنب الشمال، فكان افضل لنا نمشي في السكه بتاعتنا اللي احنا منطقه احنا طبعا احنا فيه. بنوضح للساده المشاهدين ان مصر عشان صاحبه التنظيم فكان ليها في النهايه حق الاختيار المنطقه اللي هتطلع تروح المجموعه تروح فيها، والمجموعه بتاعت المين راوند كمان يعني اختيار المجموعه بيوديك المين راوند بتاعك، فاحنا كان لينا وجهه نظر. فطبعا انا وجهه نظري اختيار سليم في المنطقه دي. اثناء البطوله والاعداد ليها طبعا احنا كان عندنا مشاكل كتيره في فتره الاعداد، الغاء مباريات كتيره،
لكن عوضنا عليهم بالتدريب. كان عندنا حتى للاسف بعض الاصابات بحالات كورونا في شهر 11 و12 الفتره الاخيره، لكن عوضنا التدريب. انا بتكلم احنا يعني الناحيه التدريبيه يعني عوضنا المباريات بالتدريب الزياده شويه، لكن كان ناقصنا بعض مباريات الاحتكاك اثناء البطوله. طبعا انا عاوز اقول يا جماعه ان احنا يعني عندنا حصص فيديو اكتر من اي حد يتخيل. احنا عندنا على الاقل ساعتين فيديو يوميا تحليل للفرقه اللي بنلعبها، وعندنا حصه تدريبيه خاصه بالفرقه اللي هنلعبها. اللعيبه تتعود يعني موضوع انك تتفرج على الفيديو وتقطيع الماتشات وتحليل الفرقه اللي قدامك ده، يعني الكلام ده بدا اللعيبه المصريه تتعود عليه، وبيخش كل واحد فيهم المحاضرات بتاعتنا ومعاهم كل واحد النوت بوك بتاعه بيسجل فيها الملاحظات اللي المدرب بيقول عليها، اللعيب الفلاني بيعمل فلاني والفريق واللعيب الفلاني بيشوط حته فنيه. الحاجات دي كلها يعني بدأت بقى ثقافه احنا ان شاء الله هننقلها لكل لعيبتنا. الموضوع مش فقط كلام وحماس، لا لا خالص، الموضوع فكر وتخطيط وازاي تحلل الفرقه اللي قدامك نقلناه بشكل كامل للعيبه بتاعتنا. بالتاكيد الامور الفنيه والحديث عن اللاعبين وتفاصيل الموجوده في الغرف المغلقه مع الكابتن علاء السيد، ولكن بعد هذا الفاصل فتكرموا بالبقاء معنا. بجد تعب حضراتكم، مكملين حديثنا مع الكابتن علاء السيد مدير المنتخبات الوطنية، ونتكلم معاه في كل الأمور الفنية الخاصة بمنتخبنا الوطني اللي شرفنا فيه بطولة العالم لكرة اليد في نسختها رقم 27. كابتن علاء، قبل الفاصل كنا بنتكلم عن باروندو، قد ايه ان هو صاحب مدرسة وفكر تكتيكي واضح، هو قبل التعاقد معاه حتى كان من افضل المدربين في اوروبا، لكن انا هقول لحضرتك بعض الامور الفنية اللي كانت بتدور في الشارع المصري او محبي كرة اليد الخاصة بالمنتخب. يعني بيتكلموا ان بعض الامور الفنيه ان مفيش غير حركه السويتش اللي بيحصل ما بين علي زين ومثلا يحيى خالد او دودو لو بيلعب مكانه، وان دي كانت مصدر قوه المنتخب الوحيده في النواحي الهجوميه. ايه رايك؟ يعني الناس ممكن تتكلم زي ما عاوز. طبعا انا اول حاجه يعني سعيد ان الناس بدات يعني يبقى عندها ثقافه في كره اليد، ودي حاجه كويسه جدا يعني. لكن لازم الناس تبقى عارفه برضو ان في مدرسه معينه، مدرسة اللعب المقفول، اللعب المضمون، دي طريقتها ودي طريقة الأسباني في اللعب. عندنا لاعبتنا دايما بياخدوا توجيهات، لو تقدر تخش لغاية 5 متر 6 متر وتشوطها أفضل لك ما تشوطها من بره. الكلام ده بيبقى فيه يعني بعض الناس بتحس إن هي لا، اللعيبة بتلعب مضمون. طب أنا بس عاوز أرجع الناس لمباراة مصر وتونس في أفريقيا، اللعب اللي إحنا امتصاص الحالة المعنوية للخصم، تلعب على المضمون، اللعب ببلوكات فراوده، تقسيم الملعب مناطق. الحاجات دي يا جماعه، الحاجات دي طريقه اللعب اللي الناس بتكسب بيها بره. اللعب المغامر شويه، الشوط من بره والناس تفرح وكلام كده، الكلام ده كده ايه، يمكن المانيا استاذه في الحاجات دي. الالماني بيعملوا اداء رائع جدا، بس في النتيجه في الاخر ما فيش مكسب. فريقنا يعني في المباريات دي ادى اداء رائع. عندنا بعض الامكانيات اللي يمكن ما قدرناش نستغلها في البطوله، يمكن واحد زي حسن قداح وبالاضافه برضو البكار، اللاعبين يعني كان في فتره الاعداد قبل شهر ديسمبر كانوا في مستوى رائع، لكن للاسف يعني جات لهم حالات كورونا وفقدوا جزء كبير جدا من اللياقه البدنيه والفنيه بتاعتهم، لكن ضمناهم في البطوله على نستفيد منهم. يعني انا بس انا عاوز اقول ان احنا عندنا ده وده مع بعض. عايز اروح للحته دي بمناسبه الحديث عن بكار، هل حضرتك مع او ضد الانتقادات اللي تعرض ليها لاعبي الجبهه اليسرى للمنتخب او مكان الوينج ليفت اللي موجود فيه بكار ومؤمن صفا، وبعض الاوقات كنا بنشوف سيف الدرع بيلعب في هذا المكان، هل حضرتك مع الانتقادات دي ولا ده مستوى مقبول من اللاعبين في هذه البطوله؟ تاني برضو انا عاوز اقول احسن وينج ليفت في مصر بكار، 8 اهداف في المباراه النهائيه في بطوله افريقيا في تونس، اداء مفيش اروع من كده. انا بقول ان هو الراجل يعني جات له حاله مرضيه قبل البطوله ودخل معانا البطوله، يمكن مش حالته الفنيه قوي، اداؤه في البطوله ما كانش سيء. الناس بتتكلم فيها في اداء دفاعي وفي اداء هجومي، يمكن اداء الهجومي ما كانش ظاهر قوي، لكن يمكن احمد نؤمن عمل اداء دفاعي رائع في ماتش، طبعا ده قطع كورتين ثلاثه مهمين جدا، ماتش الدنمارك اللي رجع الفرقه تاني بيها. مش بتكلم برضو على الناحيه دي يا جماعه، احنا الناس الفرقه كلها على بعض متكامله لحد كبير جدا، وده مش معناه ان هي مقفوله، لا، اي فرصه لحد ممكن يدخله على المنتخب
هيفيد، محدش فينا يمنع الكلام ده خالص. انا بس ايه باكد ان انا على المستوى الشخصي اثق جدا في وجود بكار في الملعب، واثق جدا في وجود احمد مؤمن. طيب في بعض الاحيان يا كابتن ما كنتش بتلوم اللاعبين ان الكره ما بتروحش لبكار في الوقت او التوقيت الصحيح؟ يعني تحس ان علي زين شويه كان بيميل ان هو يلعب في المنطقه اللي متواجده في النصف، يعني بيلعب مع ممدوح هاشم، يشغل شويه الباك رايت اللي موجود الناحيه الثانيه، ولا حضرتك حسيت ان اللاعبين اختياراتهم في التوقيت الكور اللي بتوصل ليهم بيكون صحيح؟ ما فيش حد كامل عشان نبقى واضحين، يعني المباريات فيها كتير، يمكن كل لاعب بيفضل. طبعا انا عاوز بس اوضح نقطه مهمه، ان واحد زي ممدوح هاشم فيرود عالمي دايما بيطمع الباكات ان هي تنزل له الكوره عشان تبقى اضمن، صح؟ فهتلاقي اللعيبه كتير قوي بتضمن، تحاول اخترت اللفظ اللي انا مش حابب اقوله، الضمان، يعني مش عايز اقول عدم الثقه. انا بتكلم لا لا، اللعيبه بتضمن الكوره تنزل على الدايره، وزي ما قلت اللعب المقفول، صح؟ طبعا دي طريقه اللعب اللي بنلعب بيها دلوقتي. وان كان محتاجين، انا وجهه نظري الشخصيه احنا محتاجين مش تغيير تكتيك، احنا محتاجين شويه شجاعه اكتر من كده عشان نفتح الدنيا شويه ان شاء الله. يمكن انا احب بس انوه بدور احمد الاحمر في الدور الثاني او الدور الرئيسي. احمد الاحمر باشا كابتن الاحداث ده احنا لسه في كلام كتير. لا لا، احمد الاحمر يعني يا جماعه عمل بيسموها كده ايه، موجه ثانيه او سكند ويف هجوميه في الدور الثاني، خلى اللعب شكله مختلف شويه. وده ادى ثقه كبيره جدا لمجموعه من اللعيبه وخصوصا الصغيرين انهم يخشوا في وسط الفرقه. طيب باروندو مستمر مع المنتخب في الاولمبيكس ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. طيب حضرتك رحت للمنطقه اللي انا بصراحه كنت حابب اتكلم فيها بوضوح، قيمه كبيره، احمد الاحمر قائد المنتخب، اسطوره، عطاء، ويعني ارقام قياسيه، يعني لو قعدنا نتكلم عنها محتاجين حلقه كامله. هل حضرتك شفت ان الموجه اللي تعرض ليها احمد الاحمر غير محلها؟ يعني اللاعب زي ما حضرتك وضحت فعلا ليه قيمه فنيه كبيره جدا، ولما كان بينزل بيعمل السكند ويف اللي حضرتك وضحتها. انا بقول لاحمد الاحمر اللي محدش يعرفه عن احمد الاحمر، كان ليه دور قيادي خارج الملعب. احمد الاحمر كان دايما بينقل خبراته وروحه العاليه للعبته بالليل، يعني بعد الفيديوهات والتدريب وكل حاجه بيجمع فرقته علشان الناس تركز، يديها ثقه، يديها روح تزق بيها الفرقه في الادوار اللي بعد كده. احمد الاحمر وجوده في الدور الثاني، انا عاوز الناس تتفرج على ماتشات الدور الثاني بالذات، هتلاقي كده في انتعاشه في الفرقه، شكل لطيف، الناس بتشوط، ناس بتخلص، يعني بقى في شكل مختلف شويه. احمد الاحمر يعني انا 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 مخضوض من الـ من الـ من شويه الكلام بيتقال على احمد الاحمر. انا مستوى شخصي مخضوض. احمد الاحمر يا جماعه مش بكلم ميسي، ده القلائل دلوقتي على مستوى العالم، مش في مصر، مستوى العالم كله، اللي عندهم المهاره وشكل اللعب اللي بيعمله احمد الاحمر. احنا ما عندناش في العالم كله، هتلاقي ده كفايه الكوره اللي بتتعرض دي حضرتك، يعني دي انتشرت بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، ميسي كره القدم يعني بجد، يعني خد اللعيب بيمين في شمال. احنا عندنا يا جماعه، يعني احنا عندنا حاجه المفروض نفتخر بيها مش ننتقدها يا جماعه. انا مخضوض من الايه، وفعلا من الكلام ده بيعرفوش يوقفوه غير بتقطيع التيشيرت بتاعه، يعني كده. يعني احمد الاحمر انا بقول، يعني انت بتحب تتفرج عليه حاجه بتحب تتفرج عليها، يعني تكنيك، ستايل، طريقة لعب، ذكاء ملعب، حاد، حلول في أي وقت ممكن يعني حاجة مريحة جدا لأي مدرب. يعني احنا بنعمل له تكتيك معين عشان تفضيله مكان عشان يقدر يعدي من قدامه. احنا التكتيك بتاعنا على أحمد الأحمر في بعض الأوقات، أحمد الأحمر طول ما يعني الكرة معاه الناس كلها مطمنة. أنا مستغرب من الكلام إن أحمد الأحمر مقصر، لا خالص، أحمد الأحمر شايل الفرقة كلها وطلع بيها للمباراة. كان متحامل على نفسه الإصابة في ظهره قبل البطولة، ويعني الراجل، أنا مش هتكلم على المعاناة والحرمان والشد والحقن اللي كان بياخدها، مش بتكلم على الجزء ده. الأداء في الملعب يا جماعة، يعني احنا بنتكلم أداء في الملعب. أنا عاوز أقول إن باروندو راح له بعد أحد الماتشات وبس راسه، يعني باروندو مش عاطفي خالص، يعني مدرب مش عاطفي جدا مع، يعني راجل يعني محترف جدا، وقال له أنت أحسن لعيب النهارده، يعني كلام. انا بتكلم على الشيله اللي شايلها ويزق قدام، يعني مش بس بيلعب بس وواخد باله من لعبه وبيأدي الاداء الرائع ده، لا بيزق الفرقه كلها قدامه. يا جماعه لازم نبقى ايه، يبقى عندنا عرفان من الجميل لشخص زي احمد الاحمر. طب غير الاولمبيكس احمد الاحمر متواجد في بطوله العالم القادمه؟ يعني انا على نفس المستوى الشخصي اتمنى احمد الاحمر نفضل يلعب لغايه اما الاقي احمد الاحمر صغير بيلعب معاه في المنتخب. طيب نروح شويه بقى للماتش اللي يعني اثار بشكل كبير جدا يعني اعجاب كل اللي شافوا الماتش ده، مصر، ماتش مصر والدنمارك.
هل كان في قرارات تحكيميه اثرت شويه على مصر في هذه المباراه، ولا حضرتك راضي عن التحكيم في هذه المباراه؟ لا، المباراه دي يعني بالذات يعني اخطاها يعني على الجنبين متوازنه تقريبا. يمكن انا بس بقول ان وجهه نظري الشخصيه برضو، يمكن في خلاف بيني وبين بعض الحكام. المباراه اللي غيرت لنا مسارنا مباراه السويد كان في اخطاء اكتر بكتير، غيرت المسار خلتنا نواجه الدنمارك في المباراه دي. من مساوئ نظام من سلبيات، بلاش مساوئ، سلبيات ال 32 النظام ال 32 المباراه اللي خسرها في المجموعه بتقعد تشيلها معاك لغايه اخر وقت، وبتاخدها معاك في الدور الرئيسي، وممكن توجهها كمان في سكه ثانيه خالص. يعني المباراه بين الاول والثاني في المجموعه ممكن تغير لك مسارك خالص. يعني احنا لو كنا كسبنا مباراه السويد دي كان زماننا بنلعب قطر في الدور اللي هو دور الثمانيه، كان هتبقى طبعا مباراه يعني اقل شويه من مباراه الدنمارك. يعني احنا فعلا يعني ما كناش محظوظين في المباراه دي، لكن مباراه الدنمارك فريقنا صراحه، انا الروح العاليه القتاليه بدايه الماتش، الاستقتال على الكوره، هي ده الكلام اللي احمد الاحمر على فكره كان بيزقه في اللعيبه في الاجتماعات بتاعتهم. احنا مش هنسيب البطوله دي تفلت مننا بالسهل، والكلام ده طبعا بان في كل كوره في البطوله دي. الدفاع بتاعنا يا جماعه كان من احسن الدفاعات اللي اتعملت في البطوله كلها، احنا احسن دفاع في البطوله كلها لغايه ماتش الدنمارك. ده بيقول ان اللعيبه بتاعتنا عندها روح قتاليه عاليه جدا. بالتاكيد. انا طبعا انا سعيد جدا بالاداء اللي الفريق عملته، وسعيد باداء عدد كبير من اللعيبه. وزي ما قلت كده احنا قربنا جدا للمستويات دي. المستويات دي بتحتمل خطا واحد بس، المباراه تطلع بعد اكسترا تايم مرتين وبضربات الترجيحيه. طبعا ده يعني صراحه يعني بيقول احنا قربنا جدا للنتيجه دي. طيب حضرتك حسيت ان في توقيت ما في هذه المباراه، خصوصا اخر شوط اضافي، يعني كان واجب على اللاعبين شويه يلعبوا لعب هجومي على المرمى ولا لا؟ هو طبعا التنشن في اخر وقت وتحمل المسؤوليه كان في الوقت ده كان صعب جدا. يعني انا عن نفسي انا عاوز اقول ان انا اتفرجت على المباراه دي بعد الماتش على الشوطين الاخرين، لان انا عن نفسي كنت مشدود شويه كده، وما كنتش موجود في اخر شوطين، يعني كنت في العياده. لكن التنشن اللي اللعيبه كانت موجوده فيه انا مقدره طبعا، وطبعا ان كل واحد يخش عاوز يشيل مسؤوليه كوره من زي دي ويصوب. طبعا في الوقت ده الحاله العصبيه بتبقى عاليه جدا، وخصوصا لما بتخش على لندين. يعني لندين لما تيجي تشوط عليه بقى، يعني انا عاوز بس نتفرج على الضربات الترجيحيه، هتلاقي حاجه كده، ايه، في حيطه واقفه قدامك، الجم مش باين، يعني الجم مش عارف تحط له كوره فين. كلها طويله. لا يعني انا بتكلم، هو 2 متر و5 وبيطلع لك على 4 متر، فالزوايا التسديد نفسها صعبه جدا. فيعني الموضوع ما كانش سهل خالص. لكن لعبتنا صراحه يعني انا شايف انهم ما قصروش خالص، يعني خالص. والله يكون فون حضرتك، يعني عارفين تعرضت للاغماء وتم نقل حضرتك للمستشفى، يعني ايه اللي حصل زي يعني اللي حصل في الماتش؟ يعني شويه ضغط كده وشات يعني من الحماس شويه، فيمكن حصل ضغط ارتفع شويه. لا، الف سلام على حضرتك. طيب تعرف ان انا بستغل وجود حضرتك وكامل الاحترام طبعا لكل اعضاء الاتحاد اللي انا يعني بشكرهم من خلال تواجد حضرتك معانا، من المهندس هشام نصر الكابتن مؤمن صفا وحضرتك، مش عايز انسى حد، والكابتن عبد الوهاب. حابب اقدم لحضراتكم الشكر كله، ولكن نروح لحاجه مهمه بقى، الطموحات اللي حضراتكم خليتونا عندنا سقف للطموحات كبير جدا. الاولمبيكس ان شاء الله ناويين على ايه فيها؟ ممكن نوعد من دلوقتي بميداليه بعد المستوى الجيد؟ شفنا ان طرفي المباراه النهائيه سواء السويد او الدنمارك مصر قدرت تحرجهم بشكل كبير جدا. بس مبدئيا عشان مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها حاجه مضمونه في الرياضه، عشان نبقى احنا واضحين. احنا مستوانا تقدم جدا، حاسين ان احنا في ضمن المجموعه النخبه في كره اليد اللي هم 8 الكبار دلوقتي. لكن ظروف الاعداد والتوقيت المباريات دي ده اللي هيعمل الفرق. اللي بيكسب البطوله دايما هو الاحسن خلال الفتره دي. يعني انا عن نفسي انا يعني في فرق الناس كلها كانت مرشحه النرويج، كرواتيا من احسن حالاتها دلوقتي. اثناء البطوله حصل لها بعض الاصابات وحصل خلافات بين الاجهزه الفنيه في كرواتيا، والفرقه اختفت. يعني الفرقه تكسر 12 13 جون من الدنمارك في البطوله دي ما تحصلش يعني. فبتكلم ان شاء الله هنحافظ على حالتنا الجيده الفنيه دي، وهنزودها عشان نتلافى الاخطاء الفنيه
اللي حصلت اثناء البطوله. احنا طبعا عندنا اخطاء فنيه، ما حدش قال ان، بس اخطاء فنيه قصاد الفرق دي مش اخطاء فنيه. الاخطاء الفنيه دي ما بتبانش غير في الايه، في المستويات العاليه دي. احنا هنركز عليها ان شاء الله، نتحاول نتلافى بعض الاخطاء ونوجد بعض الحلول لبعض المشاكل الفنيه اللي احنا قابلناها وظهرت في المستويات دي، اللي هي ما عرفناش تبان قبل البطوله اننا ما عملناش ماتشات اعداد. يعني الحاجات دي بتبان في ماتشات اعداد، ما ظهرتش عندي عشان ما عملتش اعداد، لكن ظهرت اثناء البطوله، هنشتغل عليها ان شاء الله الفتره الجايه. احنا عندنا دعوات من منتخب اسبانيا قبل البطوله بتطلع طبعا، وعندنا من فرنسا والمانيا. هنعمل ان شاء الله على قد ما نقدر ماتشات احتكاك عاليه، وان كان في شويه لخبطه كالندر كده، عندنا بطوله افريقيا زي ما احنا قلنا كده شباب الناشئين في نفس توقيت الاسابيع الدوليه للرجال. طب هنودي حسن ودودو وحميد يلعبوا هنا ولا هنا؟ دي بعد القرارات بقى اللي هتبقى ايه تتعبنا شويه. نفس الكلام بطوله العالم للشباب هتتعمل في شهر اخر شهر 6 طيب. في توقيت البطوله بتاعت عدد الاولمبياد. طبعا الحاجات دي طيب اخيرا قبل ما اختم مع حضرتك، ازاي نحافظ على الجيل الحالي وايضا البطوله دي كانت نافذه للعالم كله ان هم يشوفوا الكواليتي اللي عندنا؟ زي ما اتكلمنا على هانسن كتير ان هو افضل لاعب في العالم، اعتقد شفنا قد ايه هشام دودو لاعب افضل لاعب في العالم في بطوله الشباب، ايضا يحيى خالد، يحيى الدرع، يعني مجموعه كبيره جدا من اللاعبين تالقوا. هل ممكن يكون في عروض احترافيه ليهم؟ وازاي نحافظ على هذا الجيل؟ هو اوريدي جالنا عروض احترافيه كتير لمجموعه كبيره من اللعيبه، احنا بس بننقلهم النادي المناسب اللي يقدر يفيدهم الفتره الجايه علشان يفيدوا منتخباتنا. احنا يعني هم يستفيدوا واحنا نستفيد اضافه فنيه ليهم. احنا قلنا لعيبتنا دول من افضل لعيبه الشباب والناشئين، ودي الثروه بتاعتنا اللي احنا بندفع بيها مع مجموعه الخبرات اللي عندنا والحريفه اللي عندنا. طبعا الناس كلها بتنسى دور الدرع الكبير وعلي زين ونجمنا الكبير يحيى خالد اللي نقل نقله كبيره جدا في اخر سنتين. يحيى الدرع يا جماعه ما شاء الله عليه نقله كبيره، ويحيى خالد في حته ثانيه خالص دلوقتي، بيلعب عنده بعد بكره مباراه مع برشلونه في الشامبيون ليج. النقله دي، نقله الاحتراف دي، بتفيدنا بعكس بعض الدول اللي المحترفين بتوعها ما بيفيدهاش. طب سريعا يا كابتن علاء، يعني نوضح شويه للساده المشاهدين دور الاتحاد دايما في عمليه الاحتراف. عارفين الاتحاد المصري لكره اليد بيكون ليه دور في احتراف اللاعب، الموضوع ما بيكونش ما بين اداره النادي واللاعب فقط، لا الاتحاد المصري ايضا ليه دور، فيا ريت حضرتك سريعا نوضحها للساده المشاهدين. احنا بنوجه على قد ما نقدر لاعبتنا علشان يروحوا بعض الانديه اللي يقدروا يستفيدوا. الموضوع مشروع رياضي، اللاعب ده بالنسبه لنا مشروع رياضي، لازم يخش يروح نادي يقدر يستفيد منه فنيا رقم واحد، ويبدا يطور نفسه. حتى الموضوع مش هروح ادور على اكبر نادي ما يلعبش فيه، لازم يكون يبدا خطوات الاحتراف بتاعته بشكل سليم عشان يقدر يستمر لاقصى مدى. احنا يحيى خالد راح مع ديفيد ديفيز مع في فاسبريم، الراجل متبنيه تماما وبدا ينقله نقله ثانيه. سند وهشام في نادي واحد بيسندوا بعض، بيتحركوا بشكل رائع مع بعض في بطوله فرنسا والدوري الاوروبي. نفس الكلام ممدوح، وطبعا سمعنا موضوع حميد ان جاي له عرض، الدرعين جاي لهم عرض، الاثنين جاي لهم عروض في اوروبا، عاوزين نزقهم في انديه تلعب اول خطوه، مش تشامبيون ليج، مش اعلى حاجه عشان ما يحصلش لخبطه، ياخدوا خطوات منتظمه عشان يوصلوا لاقصى مدى، واحنا نستفيد من ورا الموضوع ده. احنا بنوجههم وبنتكلم مع اداره انديتهم علشان يوجهوهم في السكه السليمه. كابتن علاء بشكر حضرتك جدا، اعتقد حضرتك رديت على المشككين، اتكلمنا عن كل النجاحات اللي مصر قدمتها في هذه البطوله، يعني اعتقد غطينا كل الملفات، فبشكر حضرتك جدا على وجودك معانا النهارده. العفو، انا سعيد جدا بوجودي معاكم، وسعيد ان انا اشرح للناس بس اللي ايه بعض الكواليس. في كتب هتتكتب عن البطوله دي فنيا واداريا وتنظيميا، كتب لا هتاخد وقت طويل عشان نكتبها ونقعد نشرحها بعدين. بشكر حضرتك جدا. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا ومشاهدي قنوات اون تايم سبورتس. بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم جدا على حسن المتابعه.